انت عارف لدرجة اليقين ان النباتات بتنقي الجو لانها اثناء عملية البناء الضوئي بتاخد ثاني اكسيد الكربون وبتطلع اكسجين، وعارف برضو ان ممنوع تنام في اوضة فيها نباتات لان النباتات بتتنفس زيك بالظبط وبالتالي بتاخد اكسجين وبتطلع ثاني اكسيد الكربون وممكن انها تسحب الاكسجين من الاوضة وتسبب لك اختناق. واذا كانت عملية البناء الضوئي بتحصل بالنهار بس فالنبات بيتنفس بالليل وبالنهار، فازاي بقى بنقول ان النباتات بتنقي الجو؟ السلام عليكم. من سنة 1950 لحد النهاردة درجة حرارة سطح الكوكب ارتفعت درجة كاملة عن المعدل الطبيعي نتيجة لزيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو، وده كان العامل الرئيسي في ظاهرة الاحتباس الحراري، الظاهرة اللي بسببها من المتوقع انها تدوب الجليد في الأقطاب وتغرق المدن الساحلية وتعجل من انقراض بعض النباتات والحيوانات اللي مش هتقدر انها تتأقلم على البيئة الجديدة، وتساهم في انتشار الأمراض اللي بتنقلها الحشرات اللي بتعيش في المناطق الدافية زي الناموس مثلا، وفي النهاية هتنهي على الكوكب حتة حتة وتحوله لكوكب زهرة جديد. الغريب ان نسبة ثاني اكسيد الكربون اللي زادت في الجو كانت من 340 جزء في المليون ل 400 جزء في المليون، يعني 60 جزء في المليون فقط، كمية تعادل ذوبان 5 معالق سكر في طن مية، ده لو اعتبرنا ان ثاني اكسيد الكربون هو السكر. ومع بساطة الكمية دي النباتات ما قدرتش انها تتخلص منها. بس هل فعلا النباتات بتقدر انها تخلص الجو من ثاني اكسيد الكربون؟ ولو كان جوابك فازاي رغم ان النباتات بتطلع ثاني اكسيد الكربون طول اليوم وبتسحبه بالنهار بس؟ انا هقول لك ايه اللي بيحصل بالظبط. اشهر عمليتين حيويتين بيقوم بهم النباتات هما البناء الضوئي والتنفس. في البناء الضوئي النبات بياخد ثاني اكسيد الكربون من الجو يفعله مع الميه في وجود ضوء الشمس، وفي النهايه بيطلع لي سكر الجلوكوز وبينتج لي اكسجين، يعني مش بس بينقي ثاني اكسيد الكربون من الجو ده كمان بيطلع اكسجين. في التنفس بقى بيحصل العكس، النبات بياخد سكر الجلوكوز اللي كونه ويفعله مع الاكسجين بتاع الجو، او بمعنى تاني بيحرقه ويطلع منه طاقة النبات بيقدر ان هو يستخدمها وبيطلع معاها ثاني اكسيد الكربون للجو من جديد. بالتالي النبات لو ما عملش اي حاجة بالسكر اللي اتكون غير انه يحرقه مش هيزود نسبة ثاني اكسيد الكربون، لان ثاني اكسيد الكربون اللي نتج من حرق السكر هو اساسا اللي كان داخل في تكوينه. انت بقى الموضوع بالنسبة لك مختلف، لما بتتنفس بتلوث الجو لانك ما بتعملش بناء ضوئي، وبالتالي اي سكر بتحرقه مش انت اللي مكونه، ده انت اخده على الجاهز، انت بتاكل وتحرق وتطلع ثاني اكسيد الكربون بس. لكن نسيبنا منك، انت مفسد واحنا عارفين، تعالى نرجع للكائن اللي بيحاول يحافظ لك على البيئة بتاعتك. في النبات بما ان السكر كان عبارة عن ثاني اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكربون كان عبارة عن سكر، وبالتالي اي سكر متخزن جوه النبات وما اتحرقش ده عبارة عن ثاني اكسيد الكربون متخزن، او بمعنى تاني السكر المتخزن ده عبارة عن ثاني اكسيد الكربون اللي النبات نقاه من الجو. وبالتالي لو تتبعنا اماكن السكر في النبات هنعرف فعلا النبات بينقي الجو ولا لا. السكر الزايد عن حاجة النبات في انتاج الطاقة بيتخزن في صورة نشا في البذور بمختلف انواعها، او في الجذور اللي بتتاكل زي البطاطس والبطاطا والجزر، او بيتخزن في الصورة البسيطة بتاعته زي الجلوكوز والفركتوز، وده بيتخزن في الثمار، لذلك بتلاقي ان الفواكه طعمها مسكر، او انه بيتخزن في صورة سيلولوز، وده اللي بيبقى موجود في اوراق وفروع وسقال النباتات واللي في النهاية بيتحول لخشب الشجرة. السكر اللي في الجذور او النشا انت برضو بتتغذى عليه في صورة بطاطس محمرة مثلا، يعني في النهاية بتاكله وتحرقه وترجعه لاصله وتنتج ثاني اكسيد الكربون. بالنسبة للسكر اللي في الثمار انت برضو بتتغذى عليه بجانب الحشرات والبكتيريا، يعني في النهاية برضو بتحرقه وتطلع منه طاقة وتطلع منه ثاني اكسيد الكربون، يعني بترجعه لاصله. ويتبقى نوع واحد من السكر اللي هو السليلوز
اللي بيبقى موجود في ورق وفروع وخشب الشجرة. وبالمناسبة السكر اللي موجود في النشا بتاع البذور والجذور والثمار هو نفسه السكر اللي موجود في السليلوز بتاع الخشب. الاثنين عبارة عن سلاسل من سكر الجلوكوز مربطة في بعضها، لكن في السليلوز الرابطة بين جزيئات السكر بتبقى لفوق وبيسموها بيتا بوند، انما في النشا الرابطة بين جزيئات السكر بتبقى لتحت وبيسموها الفا بوند. الفرق البسيط ده بيخلي انزيماتك الهضمة ما تقدرش انها تتعرف على السليلوز وتهضمه، وبالتالي انت بتقدر تاكل النشا بكل سهولة وبيبدأ هضمها بمجرد ما بتحطها في بقك، لكنك ما بتقدرش تاكل السليلوز. الحيوانات بقى زي البقرة مثلا بتقدر انها تاكل السليلوز اللي موجود في فروع واوراق الاشجار عادي، وبالتالي البقرة بتاكل برسيم وبتقدر انها تستفيد منه لانها عندها الانزيمات اللي بتقدر تتعرف على السليلوز وتهضمه. وبالتالي هتلاقي دايما ان دكاترة التغذية بينصحوك عشان تقلل وزنك انك تاكل اطعمة بتحتوي على نسبة عالية من الالياف اللي هي السليلوز، لان جسمك ما بيقدرش ان هو يهضمها وبالتالي بتخرج مع الغسيل بدون ما جسمك يستفيد بيها. لكن الجميل في الموضوع ان البقرة اللي بتهضم السليلوز اللي انت ما بتقدرش تهضمه بتاخده وبتحوله في جسمها في صورة نشا، وانت في النهاية بتاكل البقرة بالنشا بتاعها، وبالتالي سليلوز الاوراق والفروع برضو هيتهضم وفي النهاية هيرجع تاني في صورة ثاني اكسيد الكربون، بما يعني ان كده كل ثاني اكسيد الكربون اللي اخده النبات من الجو رجع للجو تاني، فيما عدا نوع واحد من السليلوز هو اللي بيصمد امام كل هذه التحديات اللي هو سليلوز الخشب. خشب الشجرة ده بقى لا انت بتاكله ولا الحيوان بتاكله، وبالتالي ده محصلة شغل النبات الفعال والناجح في تنقية الجو. وتقدر تقول ان عشان الشجرة تنتج كيلو خشب واحد بتسحب من الجو تقريبا كيلو ونص ثاني اكسيد الكربون، وبتطلع للجو تقريبا كيلو اكسجين. وبالتالي المكتب اللي انا قاعد عليه دلوقتي والسرير اللي حضرتك بتنام عليه في تقريبا قد وزنه مرة ونص ثاني اكسيد الكربون اتسحب من الجو. وكان من ممكن الكمية دي تبقى اكبر لولا انا وانت قررنا نقطع الشجرة وناخد الخشب ده ونعمل بيها الحاجات دي، عشان احنا اشرار وسيئين. سلام.